أخبار قوية تأكد أنه جنرال الهواتف وأشقاء قادم بوقت أقرب مما نتصور، وجوجل تفجر مفاجأة ما كنا نتخيل نشوفها بهذه السرعة، وشاومي تستمر بتحطيم الأسواق بهواتف قوية وأسعار اقتصادية. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إلى شركة سامسونج وأخبار الجنرال هاتف S24 ألترا وأشقائه، حيث وطبقا لمعلومات من صديقنا آيس يونيفيرس، فالشركة الكورية تخطط للإعلان عن سلسلة S24 بوقت مبكر. التقارير أشارت إلى أنه موعد الإعلان ممكن حيكون بيوم 18 جانيوري شهر الواحد القادم من سنة 2024، واللي هو تقريبا 4 أسابيع قبل الموعد المعتاد اللي كان بشهر الثاني من كل عام. أسباب هذا التغيير بمواعيد الإطلاق غير معروفة بشكل قاطع لحد الآن، ولكن أعتقد أنه كل هذا يتبع خطة الشركة اللي بلشت مع الفولدبل 5 بإطلاق الهواتف الرائدة بوقت مبكر سنويا لحاجة في نفس يعقوب قضاها. أتصور ده تحاول سامسونج الاستحواذ على حصة سوقية أكبر بإطلاق هواتفها بتوقيتات مثالية، خصوصا مثلا قبل الآيفون أو قبل بعض الهواتف المنافسة من بقية الشركات، وإعطاء فترة أطول للمحبين لشراء هذه الهواتف من الشركة. بنفس الوقت ويانا أخبار حماسية عن منتج جديد من سامي، واللي هو الرينج الإلكتروني، خاتم الشركة الموعود واللي سمعنا عنه هواية أخبار بالماضي. الخاتم قادم مع كومة متحسسات مثل متحسس قياس الضغط وضربات القلب ومتحسس درجة الحرارة وغيرها من الأمور الطبية. إلى الآن ماكو تأكيد عن موعد الإعلان عنه، لكن بعض التقارير كشفت أنه على الأكثر حيتم الإعلان عن هذا المنتج السحري الجديد بنفس حدث الإعلان عن سلسلة S24 من سامسونج، فحننتظر ونشوف. انسى كل شيء تعرفه عن هواتف جوجل الجديدة البيكسل 8 والبيكسل 8 برو، لأن ظهر الآن أنه هذه الهواتف أفضل حتى من كل التوقعات. وخلونا نبدأ أخبارنا مع خبر ما كنا نتوقع أن نسمعه بعالم هواتف الأندرويد. الآن قبل أسابيع تم كشف خبر من مصدر موثوق، واللي هو 9to5 جوجل وغيره من المصادر، ومفاد الخبر أنه شركة جوجل حتدعم هواتف البيكسل 8 ب5 سنوات من تحديثات النظام و5 سنوات من التحديثات الأمنية، وهذا بحد ذاته شيء أكثر من رائع للمستخدمين، صحيح؟ طيب شنو رأيكم الآن إذا أخبركم انسوا هذا الخبر، لأن أخبار اليوم أفضل حتى من موضوع دعم التحديثات ل5 سنوات. اليوم ويانا خبر رهيب يبين انه جوجل حتقدم دعم للتحديثات ل7 سنوات مو 5. وهذا معناه انه هذه الهواتف، اقصد هواتف البيكسل 8، حتكون مدعومة بالتحديثات الى سنة 2030، واللي هو امر يفوق كل التوقعات. وللمقارنة فسامسونج سابقا كانت حطمت الارقام بمفاجأة دعمها ل4 سنوات تحديثات نظام زائدا 5 سنوات تحديثات امنية، وذكرت لكم بوقتها هو هذا الشيء اللي نحتاجه، لأن هذا حيخلق المنافسة بين الشركات، والظاهر الآن ألقى بثماره، حيث قررت جوجل دعم التحديثات ل7 سنوات حتى تتربع على عرش الشركات الأفضل بتقديم الدعم لهواتفها وزبائنها. مع ذلك فدعم ال7 سنوات مو بالضرورة معناه 7 سنوات من تحديثات النظام، ممكن يكون 5 سنوات تحديثات النظام و7 سنوات دعم التحديثات الأمنية. however إلى الآن ماكو تأكيد وتفصيل بهذا الموضوع، لذلك حننتظر ونشوف بالأيام القادمة. أيا كان الأمر فيعتبر هذا الشيء قفزة بعالم الأندرويد، وصارت جوجل هي أفضل شركة بهذا المجال. على أي حال سمعنا أيضا بالأيام السابقة أنه شركة جوجل حتطور من شاشات العرض على هواتفها الجديدة، وظهر الآن أنه التطوير والتحسين أيضا فاق كل التوقعات والتسريبات، حيث هاتف البيكسل 8 برو قادم مع شاشة بقوة إشراق توصل لل 2400 نتس، يعني تناسوا الشائعات السابقة اللي ذكرت أنه قوة الإشراق حتكون 1600، لأن حيكون الرقم الحقيقي 2400 نتس، واللي هو أمر جنوني بالفعل، خصوصا لو قارناه حاليا مع شاشة S23 ألترا اللي توصل لل 1750 نتس، أو حتى مع الآيفون 15 برو ماكس اللي توصل شاشته لل 2000 نتس. هاتف البيكسل 8 برو حيتربع على العرش إلى وقت مجيء هاتف S24 ألترا مطلع العام القادم. أما هاتف البيكسل 8 العادي فأيضا قوة إشراقه حتوصل لل 2000 نتس وليس لل 1400 نتس حسب الشائعات القديمة. هذا معناه أنه الهواتف حتقدم أداء خرافي على شاشاتهم حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. ولا تستعجلون، ما زال ويانا أخبار رهيبة من جوجل، حيث هاتف البيكسل 8 برو قادم مع شاشة LTPO حقيقية مع دعم هرتزية متغيرة من 1 إلى 120 هرتز اعتمادا على الشيء المعروض عليها، وهذا حينعكس على طاقة البطارية بحيث تطول مع المستخدم أطول ما يكون،
بسبب هذه المميزات الجديدة على الشاشة، وبموضوع سرعة الشحن ويانا أيضا تحديثات بهذا الموضوع، حيث هاتف البكسل 8 برو حيدعم الشحن السريع السلكي بال 30 واط، بينما البكسل 8 يدعم سرعة شحن سلكي بال 27 واط. أما الشحن اللاسلكي على البكسل 8 برو 23 واط، بينما على البكسل 8 18 واط. however الشيء الغريب انه جوجل حتستمر تجي هواتفها مع نوع التخزين القديم UFS 3.1 وليس النوع الاحدث UFS 4.0، واللي هو الصراحة شيء ما فهمت ليش سووه. الشيء الجيد ايضا بغض النظر عن كل التحسينات والتطويرات الجديدة، فشركة جوجل قررت ان تترك اسعار الهواتف على وضعها، وما راح يكون هناك اي زيادة بسعر هاتف البكسل 8 برو على الاقل، هذا الكلام بالولايات المتحدة، وما متأكد حاليا من بقية الدول. التسريبات كشفت انه هاتف البكسل 8 برو حيبلش مع الـ $899، وبنفس الوقت ممكن حتكون هناك زيادة $100 على نسخة هاتف البكسل 8 العادي، واللي هو ايضا شيء غريب لانه معظم التحسينات والتطويرات حتوصل لنسخة البكسل 8 برو، فما اعرف لويش قررت جوجل ان تترك سعره للبرو وتزيد $100 للبكسل 8 العادي. خلوني اعرف آراءكم بكل هذه الاخبار الحماسية من جوجل وهواتف البكسل 8. إلى شركة شاومي اللي أعلنت قبل أيام عن سلسلة هواتف ريدمي نوت 13 واللي تتضمن 3 نسخ، أبرزها هاتف النوت 13 برو بلس اللي يجي مع المواصفات التالية: معالج دايمنسيتي 7200 ألترا مع غرفة تبريد وطبقات من الجرافايت، الرام توصل ل 16 جيجا بايت بأعلى نسخة من نوع LPDDR5، الذاكرة الداخلية توصل بأعلى نسخة ل 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، الكاميرا الأمامية تجي بدقة 16 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأساسية فبدقة 200 ميجا بكسل، مستشعر سامسونج ISOCELL HP3 مع عدسة واسعة بدقة 8 ميجا بكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل. الشاشة OLED 12 بت منحنية بحجم 6.67 إنج وبدقة 2712x1220 وبتردد 120 هرتز وشدة إضاءة توصل لل 1800 نتس مع طبقة حماية من غوريلا جلاس فيكتس، البطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع قدرة شحن سريع سوبر سلكيا بال 120 واط، والهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيارية الـ IP68. الواجهة هي MIUI 14 على الأندرويد 13، أيضا يجي مع سماعات ستيريو ومنفذ انفراريد. الهاتف يتميز بظهر من الزجاج أو من الجلد النباتي، لمسات شاومي المعتادة. أما الأسعار فتبلش بالصين لنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام بال $273 فقط، ونسخة 512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام بسعر $314 فقط. ماكو أحلى من هيج حلاوة، حار ومقسب ورخيص. نتمنى يتوفر الهاتف مع بقية النسخ بكل دول العالم لأنه بالفعل يستحق الشراء. خلوني أعرف آراءكم بهواتف شاومي الجديدة من سلسلة الريدمي نوت وأسعارها الاقتصادية. وخلص هذا كان كل شيء ويانا لهذا اليوم. إذا تحبون معرفة المزيد من آخر الأخبار والمعلومات ومتابعة كل شيء جديد بعالم التقنية أول بأول، تأكدوا من متابعتنا على اليوتيوب وبقية المنصات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق وفعلوا كذلك زر الاشتراك. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.